joué un rôle dans des compétitions nationales organisées sous l'égide de la Fédération royale marocaine de tennis, ainsi que les activités planifiées par la direction technique nationale dans le cadre de l'habilitation des clubs pour l'évolution des nouveaux pratiques, notamment pour les jeunes en plus d'une école de mini tennis. Pour ce qui est activité de la saison, on va en dire plus. Nous avons donc organisé un tournoi annuel de grade 3, organisé au club de Koulombra en Kenina. Nous avons aussi un tournoi annuel organisé sur le club de Marrakech en février 2018. Un tournoi organisé au niveau d'Al Casablanca. Tournoi annuel organisé par le RUC de Casablanca et participants d'Yelna, ils sont là toujours. Rassemblement 7-10 ans organisé par Nimelal. Nous faisons partie aussi de cette manifestation. Tournoi de Mohamedia, on fait partie. Tournoi des jeunes 11-14 ans, organisé par Nimelal 2018. Ce tournoi a connu la participation de 137 participants et participantes relevant de 22 clubs qui sont inscrits là. Ce tournoi s'est déroulé dans de très bonnes conditions et a pu atteindre les objectifs attendus en l'occurrence. Donc la compétition a charmé avec l'esprit. Sidi Ahmed Bouazza, مرحبا بصفتكم مقرر ديال الماليه للنادي اولمبيك خريبكا للتنس. بغيتك تعطيني تقربني شويه من الماليه، واش كاين شي اكراهات، شنو اش ممكن تقول لنا في هذا الجانب؟ كيف ما شفتوا اليوم خلال الجمع العام السنوي اللي جرى نادي اولمبيك خريبكا للتنس، كيف ما شفتوا التقرير المالي اللي هو كان عطى عده تفاصيل بالنسبه للمصاريف وبالنسبه للموارد، وهذا موازات مع الانشطه اللي قام بها النادي خلال هذه السنه اللي كانت غنيه ومتنوعه وعلى مستوى جديد، وبالاضافه الى النتائج اللي حققها سواء على الصعيد الفتيان ولا المشاركات ديال الوليدات اللي عندنا في الدوريات اللي على الصعيد اللي منظمه من طرف الجامعه، او كذلك الدوريات اللي داخله في اطار حبي ما بين الانديه، وكذلك الانشطه اللي جراها النادي في اطار انفتاح والقرب وسياسه القرب على المحيط ديالو، بما في ذلك الاطفال اللي كاين ديال المدارس واطفال القرى المنجميه من مكتب الشريف في صفار، وكذلك بعض الجمعيات كجمعيه ديال الاحتياجات الخاصه وجمعيات ديال الخيريه، وهذا في الحقيقه كان مبرمج من طرف النادي اللي من ناحيه انه كاين فاتح على المحيط ديالو وكيعطي واحد الشعبيه لهذا الرياضه على مستوى المدينه، ومن ناحيه اخرى كندير واحد الاستكشاف على المواهب الصعيده اللي غتقدر تاخذ المشعل وتقول الكلمه ديالها في المستقبل. هذا قلت كما قلت لكم بان موازات مع هذه الانشطه كيبان بان في التقرير المالي بان الموارد تظل شيئا ما هي محدوده، لكن الاراده ديال المكتب المسير برئاسه السيد عبد الرحيم العيساوي والتضحيات اللي كيقوموا بها اعضاء ديال المكتب وهما ديما ناشطين والطموح ديالهم كبير كيستطعوا بالتعاون ديالهم اللي هو كيعرف واحد التفاهم واحد النغم بيناتهم بان كيقدروا يتحداوا كاع هاد الاكراهات هذه، وكيكونوا كيعطيو عده انشطه على الصعيد الوطني كذلك، وبالتالي كيكون واحد اضافه وكتكون النتيجه اللي هي في الحقيقه كتبقى مشرفه، وهذا ما يمنعش بان كيبقى الطلب ديالنا باش هاد الموارد تحاول تحسن وترتفع قد ما تحسنات قد ما كتكون امكانيات وكذلك كتكون نتائج وكتكون كنوسعوا الانشطه ديالنا. شكرا سي بوعز الضحك. مرحبا. بغيناك تعطينا تقييم موجز على اولا هذا الجمع العام اللي تيدار اليوم، وبالتالي الانشطه اللي درتو طوال السنه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه نشكر جميع الاخوان الصحفيين والمكتب المديري واعضاء المكتب ديال لوسيكا تينيس اللي حضروا هذا الجمع العام. الجمع العام كيشتو داز في واحد الجو عائلي وجو يعني ما كانش شي مشكل الحمد لله. دونك بالنسبه للبوسيكا تينيس هذا العام
بين الأهداف ديالو هو الحفاظ على المنشآت ديالو، الحفاظ على لي كور دو تنس، لي زيكيبمون سبورتيف. الهدف الثاني هو لا فورماسيون دي جون، دونك في هذا الاطار المجمع الشريف في صفات جند واحد الفريق مكون من واحد النجم عالمي مغربي كان في التنس هو عمر المينا اللي خدام معنا في هذا النهج هذا، واللي ان شاء الله غيعطي واحد الدفعه جديده للتنس في مدينه خربقه. ودابا راه لي زيكيب دي جون تفورما وبدات لا فورماسيون ديالهم بطريقه علميه، كانت كاين التاثير ديال المدربين، التاثير ديال الاطفال على التحكيم على لي غير ديال اللعبه. دونك بالنسبه للفورماسيون الحمد لله كل شيء غادي مزيان. في هذا العام ان شاء الله غيفتحوا واحد دو كور دو بادل، واحد السبور جديد اللي دابا بدا داير الغزو ديالو في اوروبا. دونك بدات دونك اول مره في المجمع الشريف في وصفات غيداروا هاد لي كور دو بادل، وفي نفس الاطار غيداروا دو كور دو سكواتش اللي غيتفتحوا في بدايه 2019 ان شاء الله. كاين البروغرام ديال لا فيدراسيون رويال ماروكان راه متابعينو ديال لابيليزاسيون، راه حنا خدامين مع الجامعه في واحد الجو ممتاز الحمد لله. كاين لي تورنوا ناسيونال ان شاء الله انترناسيونال. دونك بعد النجاح الاول ديال لو تورنوا اي تي اف 10000 دولار دونك طون دابا جات 15000 دولار، دونك راهم الناس ديال اي تي اف وعدونا باش يكون ان شاء الله العام الجاي ان تورنوا اي تي اف او نيفو دو خريبكا. وكاين لي تورنوا ناسيونو اللي تيداروا كاع في جميع البلدان لوسيكا تتشارك فيهم، وكاين لي تورنوا كوربوراتيف دونك نفس الاطار عاوتاني كاين المشاركه مكثفه ديال التنس اوسيكا تنس. نعم سي عبد الرحيم العيساوي، كاين هضرتو قبيله على لوسيكا انه غيعطي واحد الدفعه كبيره للتنس، بغيتك توضحها اكثر المستمعين القراء ديال الجريده. هو في مجمع الشريف وصفات كاين واحد البروغرام شامل وكبير بزاف اللي تيطمح ليه السيد المدير العام ديالنا والمسؤولين باش تكون واحد النهضه بالرياضه في مدينه خربقه، بالخصوص مدينه خربقه لان مدينه تاريخيه ديال المجمع الشريف الفوسفات، وان شاء الله قريب غنحتفلوا بان سيكل ديال لا فيل دو خربقه وان سيكل ديال لو سي بي في خربقه. دونك كاين واحد الدفعه كبيره ديال باش ينجحوا جميع الرياضات. انت تشوفوا المثال ديال السباحه، بزاف ديال الاتليتيزم، بزاف ديال الرياضات اللي تتعرف واحد التطور كبير. وكاين بالخصوص كاين لو تنس، كاين لو سي بي بغا يعطي واحد الدفعه كبيره للتنس. بوركوا التنس؟ التنس هو زعما المثال الاول هو اللي نبداو بالتنس، غياخذ بحال كوباي في الاول نبداو بالتنس ومن بعد غيدوزو جميع الرياضات. نعم شكرا. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.